وزارة الداخلية تطبق إجراءات عزل المناطق التي قرر مجلس الوزراء تطبيق العزل الكلي عليها، ومنها منطقة حولي. عملنا طبعا تطويق المنطقة بالكامل، مثل ما تشايف منطقة حولي منطقة كبيرة واسعة وفيها أعداد سكانية كبيرة تشمل الوافدين كذلك المواطنين. وحاليا لله الحمد في تعاون من قبل المواطنين كذلك المقيمين بخصوص تطويق المنطقة. ممنوع أي شخص يدخل المنطقة إلا طبعا كان عنده تصريح، كان بالخارج خارج المنطقة وعنده تصريح، ومن سكان المنطقة نفسها ما في مانع أنه يدخل، بالإضافة إلى طبعا الجهات المستثنى. شرطة نجدة محافظة حولي قامت بتكثيف الدوريات وتوزيعها على المداخل ومخارج المنطقة، بالإضافة إلى دوريات مستمرة على مدار الساعة. نواجه والله ازدحام شديد بس ما قاعد ندخل أي أحد. ممنوع أحد يطلع، ممنوع أحد يدش إلا بتصاريح معينة. وزارة الداخلية سمحت بالدخول والخروج من منطقة حولي المعزولة منهم يعملون بوزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال وبلدية الكويت ولجان خيرية ومن لديهم تصاريح من قبل وزارة الداخلية. يعطيهم العافية رجال وزارة الداخلية في منطقة حولي. نجيب القحطاني، تلفزيون دولة الكويت.